شانة حبيبي ادخل سلم على العريس. زيما نور فرح. سلم على العريس. قوم يا عم. هتقوم يا جرح كده تسلم عليا. قوم يا عم. اوه قال لي ما قومتش. اما قال لي قوم. بتسمعنا ايه؟ عقبال عندكم يا رجاله. يا دنور يا دنور. ايه يا رياسه المسيئه البيئه دي؟ جدتك مش شغاله لنا ده؟ بتعاقبني. انا عارف، انا فاهم كل حاجه. اسمع احلى غالي، استنوا بس لحظه. بدك الف بركه تتا والنبي تتا شغلنا الاسطوره دي عشان اتحضن ورجاله شويه عشان فرح اختي. ايه ده؟ اشرف ايه ده تملي؟ اسمع، روح اقعد على الكرسي بتاعك واياك اسمع نفس، فاهم؟ يلا انت اسمعش. نورت الدنيا، نورت الدنيا. مودك قبل عن حبيبي. شكلها دست عليك ولا ايه؟ ايه الكلام ده يا جدع؟ انت بتشوفش المقابله اللي قابلتها لجوه؟ لا حاجه تشرف بصحيح حبيبي. ايه بقول لك ايه؟ ايه عايز لك سؤال كده. ايه يا حبيبي؟ انت ايه الاخبار بالنسبه لايه؟ مبروك يا هانم. مبروك. مبروك على ايه؟ بلا خيبه. دي حاجه كده هتفرفشك. مفيش نزيه. هتزود عندك جرعه الرومانسيه. رومانسيه ايه يا راجل؟ بحب موت يا راجل. بشت فيها. ايه ده انا بقولك دي هكرهك فيها. يا هيما يا زميلي، جملت وجمل تكسب محبه الناس يا هيما. ايه ده كمان؟ دي هتخليك فندام. فان ايه؟ فندام. ولا بيتك انت مواهق لسه يا موان. انت مواهق. بص شعرك وهيافتك في الكلام. لا انا عندي 40 سنه يا موان، يعني انا زهقان اساسا من الدنيا. هاتهم خليهم معايا احتياطي. ايش تعرفها جامد. بس موسيقى رائعة تشني في الأذان، مش كده؟ ألاقي عند سعادتك كوبي أحتفظ بيه. فافش الجو شوية. حاضر روح. نوع عوصة. تيتا عايز ايه يا حيوان؟ نوعية يا جماعة. تيتا تشتمني فاحي. مش ملاحظة يا تيتا ان المزيكا دي يعني مش مناسبة للجو العام؟ احنا في ألمانيا بنسمع الموسيقى دي في المناسبات السعيدة. بس احنا في مصر فقاوة. يخص. نوعية يا جماعة. وبعدين دي سيمفونية قداس الموت، حاجة شيك. قداس الموت صفاحي يا تيتا، من فضلك اقفليها. احمد ربنا ان انا عملت لك فرح بعد العملة السودة اللي انت عملتها. وابنا افركشه دلوقتي يا تيتا. اقطع البدلة دي وافركشه. يمشي من قدامي. روح كشتك. يلا غور. روح. ده فاحي يا ساتي يا رب. نوعية يا جماعة. مبروك يا روفة حبيبي. بتموت فيك يا منار، كانت بتوصيني عليك. يلا بينا نقوم نسهر في حته ثانيه. انت بتقولها يا جدع انت؟ ده فرح اخته وهيمشي على مزاجي، كله سباب. طب غني ياه. ما بلاش يا ايمن، وليه شكلها مقير منك قوي. مقير ايه يا جدع؟ ده فرح اختي. غني ياه، ما انا بعملها معاك. خلاص انا مغني. يا ناس عتيل الغرام، مجروح وسال دم، ويا حزنان وعليه طول عياط امه. كان قبل الغرام ورده ونشمه، العشق خلاه دبل واصفر يا عيني. امتى يحن الحبيب ويبوس ويضمه؟ يا حبيبي يا حبيبي، عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا. انت الزمان اللي بيحييني، انت يا غجر. ايه السفاله وقله الادب دي؟ رايه تتا. هقول لك ايه، ما انت جاهل. يلا لموا الفلوس اللي في الارض دي، عيب وكمان حرام. يا حاج احنا احرار، وبعدين دول زمايلي جايين يطحوني ونعطوني. جاك نقطه، البيت ده بيت محترم. لموا السلاح ده كله
وإلا قسما عظما هكلم البوليس يعمل لكم محضر حجاز سلاح بدون ترخيص. سلاح ايه بس يا تيتا؟ ده خل السنان. صح تيتا، ابوي ما بيكذبش. طب اللي حددك خلة كفايه بقى يا تيتا. اخرس انت وليه السلاح يا زميلي. لا يا ابراهيم، لا يا ابراهيم، انتوا جايين تنزبونا ولا جايين تشوحونا؟ يا جدع انت جايين نصيطك في منطقتك، جايين نجامل العروسه ليه يا اختي؟ اختي عاملين رجاله وما بتخافوش؟ اه طيب رعد جوبل. لا 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 نجروا على اوضتكم يلا. اسمع اخي يا تيتا، مسيحة حفل الضيفة دي كان فرح جميل الحمد لله، مبروك قوي. اسمع اخي يا تيتا امشي. حاضر يا تيتا. مالك؟ لا مفيش حاجة، منوع وفاحة وفاحة بقى. بس هو وش منوع يعني ماسكة الايد دي بالنسبة لي قد ايه؟ حياة ربنا يعني ابقى ماسك 10 صوابع بتوع واحدة ست كده يعني، انت عارفة بقى ما مسكتش ايد امي ماتت وهي صغيرة، وعلاقتي بايد تيتا افيان او بنيات. الف مبروك قوي. الفوق ما مش عارفة متلغبة بصراحة حتى ربنا. أنا شايف الخجل والكسوف بتاع البنات في وشك. اوعى يا منو، أنت في إيد أمينة. ها رؤوف افتح لي السوستة. إيه؟ حاضر يا منو. أنت بس فك السوستة ليه يا منو دلوقتي؟ يلا أخلص. حاضر يا منو، حاضر حاضر. بس بصراحة ماشي يعني، أنا كنت عامل حساب موضوع السوستة ده في آخر خالص. أنت معلش معلش هيحصل. ايه يا منى هو ربنا سوى مش قصدي. يا رؤوف شككني. يا منى الضربه دي انت وجعتيني قلبي بجد يا منى. ايه ده؟ معلش معايا في التوتر، هي الليله كلها توتر. بس هتفك هتفك بامر الله. بقى ميه كده هاجي لك عشان فتح السوسته ده ليه قصور. ها؟ ماشي. نوت بيتك يا منى، نوت بيتك. ايه ده؟ يا اسود يا ليلى زي الزفت، يا ليلى زي الزفت. قدام يا حيوان، تعال هنا قدامي، تعال هنا يا متخلف. ادخل اترزع هنا. حاضر تيتا. ستوب ستوب. طلع اللي معاك. ايه ايه حضرتك؟ طلع اللي معاك غيره. هات. حاضر. كمان وربنا ما معايا تاني، وربنا ما فيه، هم دول بس، وربنا ما معايا. ايه الادويه دي كلها؟ انت عيان ولا حاجه؟ لا تيتا مش مساله عيان يعني، بس حضرتك دي وسائل مساعده للفترات الحرجه يعني. مين اللي اداها لك؟ موان، موان صاحبي تيتا الطويل اللي كان واقف جنبي في الفرح ده، هو ووك بكره. انا هسالك شويه اسئله وعايزك تجاوبني بكل صراحه، فاهم؟ دلوقتي يا تيتا جاوبك على أسئلة دلوقتي؟ ايوه. ومنار مستنيني جوه تيتا. تتفلق منار. اوكي واضح ان مالكش اي تجارب قبل الجواز. يا تيتا تجارب ايه يا تيتا؟ يعني اعتقد انه عيب يا تيتا واحنا عايشين في كافورنيا. لا طبعا ما عنديش تجارب، ما عنديش ايه حوار ده يا تيتا. طب سألت دكتور متخصص في ليلة الزفاف؟ اه اسود. انا روح الدكتور واكلمه في الكلام ده يا تيتا. ايه حضرتك شايفاني مين يا تيتا؟ مال ملسوع عايز تخش لها ليه؟ ما هعمل ايه طب يا تيتا؟ ما حضرتك يعني دي ليلة دخلة لازم ادخل لها يا تيتا يعني. وبعدين خليها على الله. بعدين في حاجة حضرتك ناسيها، اكيد ماما مش حمار. لا اتضح انك انت اللي حمار. شكرا. الادوية دي كلها ممكن تنفعك الليلة، لكن على المدى الطويل هتجيب داخل. يا تيتا مدى طويل ايه تيتا؟ وانا داخل كاس أم افريقية؟ يعني احييني النهارده وموتني بكره والنبي يا تيتا. اسمعني بقى وما توجعش قلبي. الثقافة اللي من النوع ده مهمة جدا للشباب. وانا بقى جايبالك كتاب، لو قريته واستوعبته كويس مش هتحتاج لاي دواء. يعني انت حضرتك يعني اقرا الكتاب ده دلوقتي يا تيتا؟ دلوقتي ومنو اللي متلقحة جوه دي؟ انت تخرس خالص، اخرس خالص. حاضر حاضر. طب ممكن سؤال؟ اخرس خالص. حاضر. واسمعني وركز معايا. حاضر. لكي تنجح نجاحا باهرا في ليلة الزفاف يجب أن تتبع القواعد الآتية. القاعدة الأولى إزالة الرهبة. بالنسبة لي ولا بالنسبة لمنى؟ الله يخرب بيتك. طب أعمل إيه؟ ما لازم أسأل أستفسر. ركز معايا. حاضر يا تيتا. حاضر يا فوق. حاضر يا تيتا اتفضلي.
القاعدة الخامسة. يا تيتا قاعدة خمسة ايه بقى حام بقى؟ انا حفظت الاربع قواعد اللي قبلها، وبص حتى اللفظ قواعد، في ليلة دخلة فيها قواعد يا تيتا. احنا بنمنع مار، بنمنع خلصانة، ده كتير قوي. حضرتك مسكاني مسجون بقالي فترة، ده انا داخل الجو. يا واد خد نفسك. عايزة مني حاجة حضرتك دلوقتي؟ لا مش عايزة حاجة. شاكين او عم لا. سيب الحاجات دي واعتمد على نفسك. طب اخد دي طيب؟ لا. طب خلاص. اعتمد على نفسك. رهيبة رهيبة. بتقول يا واد؟ ما بقولش حاجة يا تيتا، ما بقول يا تيتا انت ضغطة عليا قوي. طب خلاص 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 بطل عياط، خد ده ذاكره كويس قوي. بكرة ان شاء الله هاتيلي اطلس فوق عشان اقعد اذاكر فيه. انا عاوزتي. ركز يا واد ركز ركز، هو المهم التركيز. ان شاء الله ان شاء الله. يلا وريني عرض كتافك. طب حاضر. شاكين قوي. يا مروه اخس عليكي، ضيعت عليا فرصة ان انا افك لك السوسته. بس بصراحه انت 100 شلتي من عليا همك حاجات كتير قوي قوي قوي. كان في شويه اسئله محوراني كده يعني، ممكن بصراحه ولا تتضايقي؟ لا. فاكره زمان ما كان بيجي كده في الافلام حتت يعني اللي هي بتاعت الكبار فقط دي، كنت بتعملي ايه؟ كنت بدور وشي على طول. سبحان الله، نفس الرياكشن بتاعي. في سؤال بقى وما نوم عايش نتجوق شويه بقى يعني، ان شاء الله هقوله لك. بس انت هو يعني قبل جواز مناه ما كانش ليك اي علاقات يعني؟ مثلا حد اتعرف عليك قبل في الشغل، اهلك قدموا لك واحد عادي يعني، ما تقفشتيش في شقه ما فيهوش ايه ده؟ سبحان الله سبحان الله، راحتي قلبي. عايز اقول لك يا مناه، انت في اللحظه دي مش هقدر اقول لك عيلتي في نظري قد ايه وحياه ربنا، كنت قلقان منك مرعوب مرعوب. طلعتي بنت شريفه ما حدش داسك عطاف. انت كمان يا حبيبي محترم قوي، عشان كده انا بموت فيك. طب بذمتك بقى مناي صح يعني ان احنا بعد الاحترام الفظيع اللي في حياتنا دوت وحافظنا على شرفنا ومية مية نيجي النهارده نضيعها كده؟ لا طبعا. تصبح على خير يا مناي. انت من اهلي يا حبيبي. بصراحه يا بابا انا ماليش في البيزنس والشغل والكلام ده، انا اتولدت عشان ابقى نجم في عالم الفن. عالم الفن أو صوت الحب. أنا أبويا قضى على أحلامي يا لميزه، قضى على أحلامي، أنا بفكر أسيب له البيت. يا عم أحسن، تعال أقعد معايا. يعني أنت عايز يخسر أبوه عشان واحدة زيارة دي بنت تافهة. يا عم يعني إحنا اللي مجلس قيادة الثورة. وبعدين إيه الهباب اللي أنتوا بتشربوه ده؟ مش إحنا آخر مرة رجعنا جروب ليل للحشيش؟ يا رامي ده مش حشيش، ده بانجو. وإحنا ما عملناش جروب ليل للبانجو؟ لا ما عملناش. بعدين بقول لك ايه، روق بقى كده وسنجح لي مراجيحك عشان انا جايب لك فردتين كاوتش جداد، انما ايه منفوخين على 28. اهم وصلوا. على ذوقي ولا على ذوقك؟ على ذوقك يا برنس. هاي يا جماعه. منفوخين على 28؟ دول منفوخين على 98. تصدق قفلت لي؟ لا دول على ذوقي. قفلتك ليه بس يا ابني؟ يا عم دول شعب جدا، بس هم اللي شكلهم كده. قول يا عاطف. انت مجنون ولا ايه؟ معلش يا نسرين معلش. قول يا بابا قول. عاطف. طب تعالى كده شويه. قول علاء. علاء. يا نهار اسود ونيل. دول اللي شعبي؟ بتضحك عليا؟ ماشي انا هتصرف. ما هي الليلة مش هتبوظ. هتكلم مين؟ عطيات على بيات. أنا مش فاهم إيه مزاجك في الصنف ده؟ أمال إزاي بتحب يارا يا ابني؟ دي مش ذوقك خالص. قافلة تليفونها. أكيد بايتة في حتة. يا ابني أنا في اللغوصة أحب الحاجات الحرشة، الحاجات البلدي. أما يارا دي فبتاعت الحب والجواز. افهم بقى. سلام. إيه رايح فين؟ أنت عارف أنا رايح فين. دول شعبي. أموت في مستحق الدعم وبتوع كساء الشعب. انت يا مز الليالي يا غزال الضرب الاحمر، ما تركب بقى يا غزال وبلاش تحيرني. يا شراباتك المقطعه يا عصر. عجبك شرابي قوي؟ ما تيجي خيطهولك. عندك مكنه ولا هنقضيها كنب؟ مكنه يا عيني على السفله وقله الادب. ما تقلقيش، في بدل المكنه 1000 ركبي. والسكاموزة اسمها ايه؟ كوثر.
بقول لك ايه يا كوثر؟ قول عاطف. عاطف يا سيدي، انت بتديني واحده علاء. علاء علاء، ايدك يا كوثر، شيل بقى الشال ده عشان اشوف وش القمر. حسسني ان تليفونك من 15 سنه. بقول لك ايه انا؟ موبايلي يرجع لي، انت ما تعرفش انا مين؟ يا على الاسطوره المشروخه. ماشي يا عم اللواء، ما تتكلمش هنا تاني. استنى بس يا ابو الكواتن نتفاهم يعني. بص، اصل التليفون ده عليه نمر مهمه والله العظيم، وبدل ما تبيعه برخص التراب كده اديك اي حاجه كده تمشي بيها نفسك. 10,000 جنيه يرجع لك التليفون. 10,000 جنيه ليه؟ انت هترجع لي سنترال المازا. مش بتقول عليه نمر مهمه؟ بعدين انت راكب عربيه بالشيء الفلاني، ادفع بقى. بقول لك يا ابو الكباتن، انا ممكن اديك 1000 جنيه. 1000 ايه يا عم؟ انا هقفل. طب بقول لك ايه قبل ما تقفل، فؤادي عايز يغيره. ممكن تطلع لي نمره عطيات على بلاد؟ طرقعت في دماغه الفكره. هتلاقي عندك في كونتك. اكتشفنا ان معاه. الحق يا رامي، دول بيتكلموا في التلفزيون عن جروب الفيسبوك بتاعك. ايدوا الفكره، صاحب وبطل الفكره والفقره اسمه الاستاذ رامي سلطان، وهو معانا دلوقتي على التليفون. الو، مساء الخير يا استاذ رامي. لو سمحت ممكن تشرفنا في البرنامج في اي وقت يكون مناسب لحضرتك. انا مش جاي برامج ولا دياولو، انت هتشكل عليا. قول للافندي اللي مسلطك هم 10,000 جنيه. ما ينقصوش مليم. تليفون، حد يديني تليفون. ايدك اهو. ايه يا استاذ الالفاظ دي؟ مش حضرتك الاستاذ رامي سلطان مؤسس جروب يلا نغير النشيد الوطني على الفيسبوك؟ انا اسف في الظاهر حصل سوء فهم. الاستاذ رامي سلطان المؤسس الحقيقي لجروب يلا نغير النشيد الوطني على الفيسبوك معانا على التليفون. الو استاذ رامي. يا باشا انا صاحب الجروب، واللي بيتكلمه ده حرامي وسرق تليفوني ومش عايز يرجعه لي، ولا عايز يديني نمره عطيات على بيات. يرضيك الكلام ده يا باشا؟ لا يا سيدي ما يرضنيش. ظهر ان في تداخل في الخطوط. اسمعوا، الحبه دول ما ياكلوش معايا. هتدفع على 10,000 جنيه؟ ايه بقى كلمني. استاذ رامي، مش حضرتك مؤسس جروب تعالوا بينا نغير النشيد الوطني على الفيسبوك؟ ما قلت لك انا عايزين ايه. احنا الحقيقه اهتمينا جدا بالموضوع، خصوصا ان عدد الاعضاء والمتحمسين لفكرتك وصل عددهم ل 200,000 واحد. 200,000؟ 200,000 واكتر. انت حضرتك ما تعرفش ولا ايه؟ لا عارف، الجروبات كتير. هفتكر ايه ولا ايه؟ طب يا سيدي ربنا يقدرك. ربنا يخليك، ربنا يكرمك. احنا عايزين نسالك والمشاهدين كلهم عايزين يعرفوا، هل انتوا كجروب هتاخدوا اي خطوات اخرى خارج حدود الفيسبوك؟ خطوات؟ قول حاجه في شعرك ده. استاذ رامي انت سامعني، هل هتاخدوا اجراءات خارج الفيسبوك؟ ايوه طبعا اكيد هنتخذ، يعني احنا اسسنا جماعه اسمها غير وتغير. استاذ رامي واضح ان في حد جنب حضرتك بيضحك. دي احد افراد الجماعه، اصل احنا مجتمعين دلوقتي وبنغير. احنا بما ان في اكتر من ربع مليون عضو في الجماعه على الفيسبوك، حضرتك يا ريت تشرفنا في البرنامج في الحلقه القادمه. لا حلقه جايه برنامج ايه؟ لا ما بجيش برامج حضرتك خالص، يعني مش فاضي. انت مش متحمس للفكره؟ على العموم انا عملت اللي عليا. الاستاذ رامي لا خلاص خلاص، هاجي هاجي. تشرفنا يا استاذ رامي. شكرا. البرنامج ابوابه دايما مفتوحه للافكار الجديده. فرصتك يا برنس. وحياة أميرة ولبنى وسميرة، وحياة أميرة ولبنى وسميرة ونادية واختها، وحياة أماني وسمر وناني، وحياة أماني وسمر وناني والشلة كلها. نركز يا جماعة، هنعلب أميرة ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه، اتصلي اقول له ايه بس. اوعى انت اوعى. الو. ايوه يا نواف، كلهم موجودين يعني هيروحوا فين؟ تيمور. نعم. تليفون نواف. يا نواف ما جيتيش ليه؟ مش في بروفة عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه؟ ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره، مش مشكله تعملي بروفة قبل ما نشتغل. حلو قوي، يلا باي باي.
ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سرق عقد الماس ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ من فضلك تيمور مش حرام يا بنتي، ده املنا انه يطلع بريء، بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرام. لا مدور وحرامي كمان. هلا ايفريبادي، تيمور سبيكينج، يو نو مي. اوكي يو ونا ليسن تو مي. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخلينا انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلها. حاضر. بص يا عم، انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشة عظام. اتفضل يا بابا، اتفضل. يلا بقى وما تنهش. انا ما اقدرش اخرج الا لما بشندي يقول لي انا جدتي مش خالصه، انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركتن دن بجملي بجملي تركتن دن بجملي يا بفرة بفرة بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غرقي جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي، ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. طيب ارقص يا تانت من وين العينة؟ حياتي النبي ترمطوبة. يا تانت الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عامله معروف المطوبة. اعتبروه مربوط. حازم الشراب هتحرق. ايه يا هاري؟ حد قال لك ان ابني ملبوس؟ هنا يا بشندي ظهر. هو ايه يا تانت اللي هيظهر؟ انت هتطلع عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم، انا متفق مع نوال، هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اطلقت. لاحظ ان كلامك جارح يا تانت. استنى، انت رايح فين؟ انت مش فاهم.
عودي ايه يا هاني بتتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتم موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش معايا. هم العقول اتعدوا. هم يا هانم طالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف مكلمه مين؟ انا درزي حريمي عمري ما حد سرقني في متر وماشي مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف يا بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. ايه اخرتها يا نوال تسرقونا؟ اخرتها ايه ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك يا بقى يا ابو ثلاث سنين هشيلهم لك. يا راجل يا مقشف امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف. يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا انا استناك تحت. بيت يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بيت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي عدوا البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده وده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى ايدك سيب البدله سنيه. سنيه مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيب نضربها بره. اضربها بره. عندك ده عندك ده يلا بقى عندك. يلا راجل انت ما ناخدك لك وسره. يلا يا معفن يلا كده خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان ادي لك عمولتك. الله 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 اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه هتقعدنا يا عم في حته بقى عصبتنا. الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد باشاندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول باشاندي هو اللي سرق العقد؟ قطع دراعي باللي ده اما كان باشاندي ده هو اللي عملها. استنى بس دي البنت لوزه الخدامه بنت باشاندي صدق هو باشاندي. انتوا هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده. شوف رقبه هوده معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود ميعاد نوال نوال. يا بيه بقول لك يا نوال انا عايز عنوان باشاندي ضروري. باشاندي ايه بقى ده وقته؟ ما صدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا. ده انا ممكن اولع الدنيا. ايه يا عمى يا عمى ايه مش فين قطع ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ لا يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور ده ولد صغير. الصغير بيكبر. يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده. انا هخلي الايام هي اللي تثبت. ايه ده يا تيمور الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انا انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لمين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال مالك ياض يا وش ملتهب علينا ليه؟ في حاجة؟ في حاجة. في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكت انت. مين البت دي؟ ايه واحدة كده. واحدة ايه يا تيمور؟ البت دي تلزن نفض لنفسك يا نفض. ايه في حاجة في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه انا مخطوفة. ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود البت اتخطفت. البت اتخطفت. استنى ادب سيلا انت وقفصين الخضار اللي معاك. مين اللي هاكل على قفال اول؟ يلا قلت لك هيقطعها. هم راحوا فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض؟ عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتي. خد تعالى. بتعرضها ياض؟ انا مش قلت لك طريها ياض؟ طريها اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه امشي وراكم ليه؟ يلا ابو سيلا فلا يلا. ايه يا كابتن في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجة. أنا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست بس أنا قمت بالواجب يا باشا. صح؟ خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمة دي تاني. حاضر يا باشا مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ أنت بتستهبلي. ياخدوك إيه ده أنت روحي؟ افهملي أنا ما أقدرش أتخانق وأنت معايا تتبهدلي وكنت شايف الحكومة في المكان. أنا قلت كده برضو. هتعمل إيه مع باشاندي؟ لا باشاندي ده حكايته حكاية. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تخلينا نمشي بالشارع ده. انت مش لسه حضرة الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع. بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي انا ماشي. البانجو اللي انت بتضربه ده لازم تبطله يا جعفر. خلاص هبطل بانجو واشرب حشيش. يعني هو الحشيش ده فوار؟ ما هو مخدرات برضه. تبطل كل حاجه. طبعا طبعا. وكلمه طبعا دي كمان تبطلها انا بتشائم منها. خلاص هبطلها واشرب بانجو. الله يخرب بيت ايامك يا جعفر. كل العمر ده معايا وما اتعلمتش حاجه يا ابني. انت شغلانتنا دي عايزه ناس مصحصحه. ما انا لو صحيت يا حوده مش هعمل اللي بعمله ده. انا عايز انسى تاني.
تاني هنرجع للموال بتاع التوبه ده؟ يا ابني انت مش حاولنا نتوب ونشتغل؟ لقينا نفسنا بنقبض ملاليم وكنا هنتبهدل بهدله سودة. ما تفكرنيش. عندك حق. يا سلام عليك في الاقناع يا حوده. تصدق انت حليت النصب في عينيا. اصل بص يا جعفر، لا يصح الا الصحيح. ربنا يخليك لي يا حوده. فعلا الصديق قبل الطريق. احنا نقوم نحضن بعض على الجملتين دول والنبي. طب يا فوق. صار ان احنا جينا في وقت مش مناسب. لاحظ ان كلامك جارح. هاتهم. تعال بقى، انتوا طلعتوا كده؟ انتوا فهمتونا غلط، احنا مش كده خالص. يا سلام، مش كده خالص. امال ايه اللي انا شفته ده؟ خدنا اخا وعادي، خدنا اخا وعادي. امال اتخطيتوا ليه؟ ها شكله مش هقدر. لا الكائن ده بص بقى، احنا نتفاهم احسن بالراحه بالراحه من غير ما مد ايدك. خد وقتك بقى. هو عنده ارتجاج في المخ ولازم نعمل له اشعه مقطعيه ويدخل عنايه مركزه. المهم نطمن عليه يا دكتور. بس الحاجات دي هتكلف. الفلوس كتير والحمد لله. يلا يا هي. اتفضل حضرتك يا دكتور وانا هجي وراك. لو احتجت اي حاجه قول ايه. اتشكر. صار فيكوا اللقمه يا كلاب. عيلين مالهمش لازمه زي الاراجوزات، مش عارفين تجيبوهم، وانتوا الاتنين قد الافيال. وايه ده؟ ايه اللي انتوا جايبينه ده؟ يا باشا هو ده الورق اللي لقيناه هناك. جرايد؟ ورق جرايد؟ وفي كمان ورق تواليت. وايه ده؟ ايه ده؟ متخانق مع فراولاي يا له؟ حلو يا باشا حلو. اسكت يا باشا، حضرتك ما قلتلناش نوع الورق اللي حضرتك عايزه. خلاص، عموما انا هتصرف. العيال دول حاجبهم من تحت طقطيق الارض. انا بيني وبينهم طرق قديم قديم قوي، ومش حاسبهم ابدا. برافو يا باشا. عيط يلا عيط. برا صدق هو جده مات ازاي؟ فجأة موال بعد ما سبتنا قدام الفندق فجأة. مش قادر. قال لي أنا عايز آكل سمين، خدت ضوابنا سمين عند الضهر. شوية وقال لي نفسي في وز بلبن، خدت ضوابنا وز بلبن. شوية وقال لي عايز آكل فلوكة في النيل. أتاريه كان بيودع مصر كلها وأنا مش واخد بالي. وقف على الفلوكة وأخد انبساط. وفجأة هوب. هوب إيه؟ مات مات يعني هوب إيه؟ ما أنت واقف في العزا بتاعه. شو بتحرك؟ هوب إيه؟ شد على الله يا سمان، شد على الله. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ دي الحكايه بقت سخيفه قوي. معلش مش درجه سمان بقى. معلش معلش. ابدا يا سيدي. قال لي عايز اكل سمين، خدته عند واحد وضربنا سمين. بعد كده قال لي عايز اكل رز بلبن، وديته كوز بلبن. وبعد كده قال لي عايز اكل فلوكه في النيل، اتاريه كان بيودع مصر وانا مش واخد بالي. خش يا سمان، خش يا سمان بقى. اهلا يا ريس. ربنا يخليك يا ريس، ده شرف كبير قوي لينا يا ريس. لا ما تقولش كده يا رؤوف، شد حيلك يا ابني، شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ يعني اعمل انفد نفسي من الشغل. مؤاخذة يا مولانا، سوري معلش، انا اسف انا اسف. يا جماعة المرحوم مات ازاي؟ حبايبي
مهنيكين، النهاردة جيت لكم وجايب لكم معايا عرض مغري جدا جدا جدا. يا ترى ايه هو العرض؟ اشتري 5 ازايز شامبو وخد صابونة هدية. نجوى نجوى عودي مكان عودي مكان دقيقة واحدة بس شكة قوي. نانا انا عايزك تاخديلي ميعاد مع اخوك في البيت. ها عايز اجي ازوركوا بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس تاكدي ان دي اكتر حاجه هتسعده في توبته. قلت يا ابونا اهو ماشي. سوري مش هقدر اكمل معاكوا عشان دي مش مكانتي، انا اسف. سوري سوري. يا عيني هتشاي علي. يلا موان على مهل. جميلة. يلا موان. يا اهلا وسهلا يا شواد، نورت الورشة غالية. ما تلاقوش ما فيهاش حاجة، سليمة إن شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، احنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيل مش هتشيل مش هنشيل عادي بقى وختام الداد يا ابراهيم. تعمل ايه تعمل ايه انت بتعمل؟ انت عايز سويت جو هايت سويت بديك فرصه هنطلع البلاغ ده. انا بصلح بس. لا مش للدرجات دي بقى، امسك موال لعلمك مش حلو يعني بتعمل ده عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه تانية هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. طب شيل القرف ده من هنا يا شيل القرف ده من هنا، ده انت مستهيفنا بقى يا هو مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف في حاجه يا؟ لا يا باشمهندس مالناش شوف في حاجه. اشوف انا بكلم الاستاذ، انت ايه اللي دخلك تسال كبير المنطقه؟ ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسال ايه دخل؟ احنا فينا من كده ولا ايه؟ اه في كده كمان. وكده كمان ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يالا؟ مش فاهم مين اسمها ايه؟ منار منار جايين لمنار. منار مين يا؟ انت ما فيش العرق كلها على منار اختك يا هيما. شرف يا نهار اسود. انا نفسي اتجوز واتهب. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخير. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكوا شيش خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ اه اسوي ظروفي انا وقوف وقفه عمان. الحمد لله موظف في سوبر ماركت وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني. اكيد مناو موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي بقى 1000 جنيه مفتح؟ ها ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب مناو وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا اذنك اقعد يا انت اهو. المهم عندك مكنه؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده بنت دي طول عمرها حظها قليل. اه والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها اه طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا على اذنك. ما تخلص يا هو الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا تفكر انت ماسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا ابو ايه اخلص يا ما بفهم حضرتك. ودخلت معايا البيت وخدت وديت معايا في الكلام وعايز تخلع. عايز تخلع؟ الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. دي في ايه؟ بقى موضوع الخطوبة والهبل ده ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي لا سينما لا بحبك. لا انا دمي حامي شطة مولع، ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات يا الله يرحمه ويحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني ما معكش غير الافند اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجه. جدي ومان مش جدي مات وانت حضرت عزاء؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزاء يا استاذ ابراهيم. يا بابا خلاص. احنا بالصلاه على النبي كده نقرا الفاتحه
قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانيه واحده بس يا استاذ ابراهيم، هو حضرتك ليه محسسني ان رؤوف غلط مع الاخر؟ غلط مين؟ انت بتقول ايه؟ لا بيقول محسسني بس بقى موان، بس يا موان اما الرجاله تتكلم بالمطاوي تخص خالص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا ابراهيم اجمع نفسي بس شهر. مفيش مشكله. حاضر. قدامك شهر بس نقرا الفاتح. اه نقرا الفاتح. نقرا الفاتح. يلا طب نكمل الفتحه. يلا يلا عارفين يلا فين معاك الصح صحيح اخت يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ فاكرك هتعمل فينا حاجه. ام نشوه. ام نشوه مين يا ابراهيم؟ ام نشوه يا ابراهيم. بيه ام نشوه بنت منار اخت اتخطبت. اختي منار اتخطبت. روح بالظبط مش هتقف في النار. زغرات يا بنت عايز منار كده كلام مستقطبها. مين؟ انا خال عياله. حضرتك ما عنديش عيال. شوف الشقه اللي فوق يا جدع. انا ابراهيم اخو منار خطيبتك. احنا مش اتفقنا ان انا اشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح. انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. ده حاجه حلوه قوي. سقف عالي، الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جاي تشتري الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ اه مطبخ صاي. ايوه كده. لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقه الطويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرداني. كله عاوز يبقى بالفلق. يا جدع ما تخمسش في وشي. احسد مالي. بص وانت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على كيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض. عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ افهم معايا موزه وعايز مكنه. اوعى باين اوعى باين لو سمحت. لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها واشرب بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي ضاربين ورا عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش هتداني. اه انا مصدقك ابين. انا بطمن على العقد اللي يكون ضاع. المهم بقى معلم الموضوع ده يفضل في السكرته. يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر ابين. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك. سمعتي. حاضر ابين. اتفقنا. اه ما ابين اقفل دي بس. صباح يا صباح. مسا عليك ابراهيم. خلي ما تتكسفيش ده بنت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه اصل مدورها ومطرياها. قط النوم جوه في سرير بمله بمله. اخيرا حنتت. يلا روف اعمل إيه؟ الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سكرتين ملفوفين. يا طاروف معلش يا ابراهيم المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك بقى بيت ضعاه. الشغل بره وبعيد. ايه يا روف؟ يا جدع بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل. انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قومي يا بنت رشي كتتك بشويه ميه. طريها طريها. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتاخرش يا اخو ابراهيم. فريق وحدك بتشتغل ايه؟ يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايبي الدار فين 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 فين؟ في ايه حضرتك؟ بتشتغلي ايه؟ صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم ازاي تتجوز الاشكال دي؟ على فين يا جدع انت؟ طالع بيتي يا جدع. بيتك فين؟ عند الاستاذ رؤوف. وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى انا شيل رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بألف سلامة. هتلاقيني رايح جاي معايا ضيوف معايا ناس. حكيت معايا هديك 100 قلم. لو على ايه؟ انا اذنك. اهو بيسه بقى بومبا. استنى بتشتغل ايه؟ طيب عملت ايه؟ ايه رايك في ايه؟ مش فاهم حاجه يا بيب. ايه مش مشكله خد ساقع البيره دي. لا انا بحب اشربها سخنه عشان بتفكرني بالشوربه. بعشق دماغك.
حول قوة إلا بالله. ربنا لولا النعم وقت ولو كنت طلبت له البوليس دلوقتي. خش يا مياد خش. خد راحتك على الآخر. بس بيتي. إيه ده؟ أيوه. مسا مسا روف. مسا النور يا سيدي. يا جدع أنت لغين. عيش معايا اللحظة أقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا إبراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا إبراهيم. مسا مسا. أيوه كده. قول لي مبروك. ألف مبروك على إيه؟ اتجوزت. امال فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت في بوضو مش كانت واضحه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. انت عايز خد البيره دي ساقعه اعمل معاها الصح. الله يخرب بيت مناه واليوم اللي شفت فيه مناه. بتقول ايه؟ مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا رؤوف. تعالى يا هاني خد يا حبيبتي اعتبر البيت بيتك خد راحتك على الاخر. مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. قول لي مبروك. ألف مبروك على إيه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا أبين. هات سقعة كبيرة. هات سقعة كبيرة. الله يخبط رؤوف البيت فيه. بتبطل تقولي يا. لا بقول مسا مسا يا أبين. مسا مسا مدام. كده ليه؟ الموضوع ده ويرد اخر حاجه. اسكت. تلاقيهم كلهم راحوا الاعتصام بتاع الواد المتخلف اللي اسمه رامي ده. ايه ده؟ هو عمل اعتصام بجد؟ تخيلي بس وحياتك الحكومه نص ساعه وهتجيبهم كلهم متكمرين، هي هتسيبهم. عثمان. نعم. ممكن ازازه ميه؟ تو فيست يعرف. قلت لي الاول هات عصير، جبت لك عصير اخر حاجه. بعدين قلت هات نسكافيه، جبت لك نسكافيه اخر حاجه. تجيني الوجه ده يا شيخه، عايزين نروح الاعتصام، اخر حاجه. انت شايف الموضوع ده يستاهل ان انت تعمل عشان اعتصام؟ طبعا. وبعدين انا اعمل عشان اي حاجه. طب تتوقع ايه كرد فعل الاعتصام؟ اتوقع انها تراجع نفسها وتعرف امتى. طب انت بتعمل الاعتصام ده بدافع ايه؟ بدافع الحب. انت ما تعرفيش انا بحبها قد ايه. يا ريت كل شباب مصر يحبوها زي ما انت بتحبها كده. هو انا قادر على شباب النادي لما اقدر على شباب مصر. شغل اللي عاوز تشتغله ان شاء الله. ايه يا كاكا في ايه؟ انت عاوز تسيب الكار ولا ايه؟ نفسي بس اعمل ايه؟ طالبين فيش وتشبيه واوراق كتير. هو في حد اليومين دول بيشغل حد عليه سواق بالزوفه زيي؟ الزهر كتب علينا نفضل حراميه. لا يا حبيبي احنا مش حراميه، حراميه ليه ان شاء الله؟ احنا بنسرق ملايين يا معلم، حته موبايل، محفظه، ما تقولش بقى انا حراميه. ويعني لازم اسرق ملايين عشان ابقى حرامي زي زيتونة؟ ده يا معلم ساعتها بقى هتبقى رجل اعمال. بص كبر دماغك من الحوار بتاع الوظيفه ده خالص، وبعدين نفكر مع بعض بالعقل كده بقى. كاكا الوظيفه دي هتجيب لك ايه يا معلم يعني؟ 300 جنيه في الشهر؟ دول بقى اللي هيخلوك تعرف تفتح بيت؟ واذا كان على فوزاء واعلاه قول لهم يا عم انت لقيت شغل. يعني هم راقبينك يا كاكا؟ يعني الفرافير ما فضوهاش يا زيني. ما تقلقش يا فندم، روح سعادتك وانت مطمن، عيوننا قالت لنا انهم بدأوا يسهقوا. يعني يارا ما جاتش يا فالح. يا ابني هو احنا لحقنا؟ ايه يا اكسلانس؟ اصبر، واول البرامج اللي انت طلعت فيها تتذاع هتلاقي يارا دي قدامك. طب يا جماعه احنا ماشيين احنا بقى. ايه؟ الحق الواد سيكاس ماشي وساحب شلته معاه، كده الدنيا هتفكس مننا. وايه الحل؟ بص العيال دي اكيد رايحه تاكل، انت لازم تجيب للاعتصام كله عشاء. ماشي هات لهم عشاء بس سندوتشات فول وطعميه. ايوه ايوه هات كده. يا جماعه رامي عازمكم كلكم على كوك دور. طب يا رامي احنا ماشيين بقى. ها دينجا وشلته دماغهم بير. وهندخلها زي دي؟ اتصرف. هات لهم بير. دنجا ايه تاني؟ دي بوس وشلته دماغهم حشيش. هتصرف. هات هات لهم حشيش. دي بوس. رامي
على فكرة بقى احنا هنمشي. هتلوم الأداب. أتوقع أنها تراجع نفسها وتعرف إمتي. طب أنت بتعمل الاعتصام ده بدافع إيه؟ بدافع الحب. أنت ما تعرفش أنا بحبها إيه؟ يا ريت كل شباب مصر يحبوها زي ما أنت بتحبها. إيه يا عم في إيه؟ أنت ما بتاكلش ليه؟ يا رامي ما جاتش. يكون شابوها ما دفعش اشتراك الدش؟ قلنا لك اصبر يا رامي. وبعدين انت عايزها تيجي من اول يوم بالسهوله دي؟ ده تقول لبنات يا برنس. متشكرين يا مان على العشاء بقى، احنا ماشيين بقى. كل المصاريف دي وماشيين؟ ماشيين؟ نعمل ايه طيب؟ يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ رايحين فين؟ دي سهره لسه هتبتدي. ولا هي الحكايه اكل وشرب؟ ده اعتصام، احنا مش بنهزر. وبعدين هتروحوا ليه؟ ده الواحد ما بيصدق يبات بره البيت. عشان نبقى على راحتنا كده. لا بابا ولا ماما ولا ايه؟ ايوه يا ماما، انا مش هبات في البيت النهارده، انا معتصمه. يا واصله يا جامده. ازيك يا نواري؟ ازيك يا عمي؟ حد الله بيني وبينك ابدا ما سلمش عليكي قبل ما تلبوا بلاكم على الناس الاشراف وتتهموهم بالكذب. اتاكدوا الاول على عموم الست اللي انت داخلها دي بترمي الكذابين في النار. ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج. يلا بيت النبي. الفلاحه دي ضيقه قوي. ما فيش حاجه. هم اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده. أملا دي؟ لا ده فار. كنسي أملا عاملة نفسها فار؟ القصد جبتها نفسك. أهلا 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 لمؤاخذة، اتفضلوا يا أهلا وسهلا. شوف دخلة الحريم تسرح كده، التنير رجالة قطع يقفلوا اليوم. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا سعاد؟ ازيك يا كتاكيت؟ أهلا أهلا. الكتاكيت بقى مكسوفين، أنت عارفة بنات اليومين دول بيتكسفوا. لو في كسوف وفي حد غريب ده أنا خايف. بص عشان انفك كده تحب أقلع لكم مالتي؟ والنبي أقلع مالتي سعاد؟ أيوه. أهلا أهلا أهلا. مساء الله. مواضيعكم سابقاكم. الله 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 الله، غمضي عينك يا حلوة يا أم قصة أنت. يخرب بيتك وبيت اللي رباك. البنت دي متجوزة من ورا أهلها. إيه ده؟ إيه الكلام اللي أنت قلتيه ده يا خالتي نوسة؟ أنا مش ممكن أعمل كده أبدا. كدبة، هتاكلي بالسبسب وأحط وسف في النار. متجوزة من ورا أهلك وبتضربي بانكو. ها؟ هي فعلا يا خالتي متجوزة عرفي وجاية لك تشوفي لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم، دايما يجوا بعد العرف. مفيش واحدة فيهم تيجي قبل العرف، لا يجيبوا البلوى ويجوا بيها. يا ساتر يا رب، ورينا يا ابني، ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت. طب بصي بقى، الورقة اللي كتب عليك فيها يا هبلة سايلها عند واد اسمه سيد في العباسية. تروحي تجيبيها منه وتقطعيها. الواد ده مش بتاع جواز. يلا يخرب بيت الجسم يسال منها اللي عليها جامد يا سعاد. طيب يا ستنا قولي لي بقى موضوع بنتي ايه؟ والنبي ما تقلقي على بنتك، تعالي يا امور. تعالي تعالي يا ماما تخافيش. ما شاء الله ما شاء الله يا اختي. بطه بطه. تعالي تعالي تعالي. كل حاجه كل حاجه. بقول لك ايه يا حلوه، الواد اللي انت بتحبيه قليل كده وفي دايما حاجه هامه على ظهره كده، سايل نخله سايل بلكونه. الكونترباس ماليش دعوه، يركب ميكروباص يركب. لا لا الكونترباس يا خالتي. المهم هو كده. الله 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 الله. اسمه ايه؟ أمور؟ تيمور. تيمور. الواد ده ابن حلال يا سعاد. بس قوي يا خالتي. واحدة هنا خالتي كمان يا اختي بطة. الواد ده هيسعد البت دي، خلي بالك الطالع بتاعه حلو حلو قوي. ايه ده وقته؟ استنى ما اقول لك بنت يا سعاد. هقولها هقولها. اللي هتسمعي ده ما يطلعش بره. البت بنتك دي غلبانة، لو ما اتجوزتش الواد اللي بتحبه في ظرف 7 أيام هتتعقد وهتموت في حاسة موسيقى. يا مصيبتي يا اختي، يا مصيبتي يا اختي، يا حبيبتي يا بنتي. لا لا بكتاب الله الاسبوع الجاي اتجوزها له. يا حلاوة ليكي يا ستنا. ما باخدش حلاوة يا حبيبتي، دول عيالنا. طب استني كده، انا عاوزاكي في موضوع يا ستنا.
هناير عايزه فلوس؟ لا جات قص في بيت. انا خالتك انا معايا 170 جنيه فايدين من التومين تاخديهم؟ لا مش عايزه فلوس، عايزه اخاوي عفريت ابن عفريت ابن حين يطلع عين الوليه معاطف اللي مجنناني مطلع النخل في عينيا. يا خاوي ايوه تلك في السكه دي ليا، هتستحملي احكامهم على راسي من فوق؟ خليك تنقي، بس افتكر ان انت اللي اخترتي. ابعت لي اخر الاثنين في الكشف يا حبيبي. بس يا بنت الجوهري ايه شفتوا عفاريت؟ يا ابويا تبوي سيري ما عندك كيني دي جاهلة. ايه رايك يا منوال اللي جرالك مالك اتبطيتي كده؟ يلا خدي ده، لكن ده حبيبي انا. يا حبيبي يا منوال ما لسه ما ادري ايش هروب. انا عليك الامان عفريت. يا نهار ازرق، ده انا هضيع، انا ممكن اتحبس في اي لحظه. لازم ابطل نوسه. الله ما تبطلها، هو حد عايشك؟ هبطلها، بس في مشوار واحد لازم اعمله. مشوار ايه؟ لازم قبل ما ابطل نوسه اكره ابويا في الخلا نوسه. مسكت زمان يا جايه، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الاول كده ايجار البيجامه 5 جنيه. ليه بيجامه مين يعني؟ بيجامه ابويا. يلا انتوا بتوزعوا بيجاماتي ليه؟ معلش يا عم، اصل ابويا وامي اتطلقوا فمضطر يعني ابات عندكم هنا النهارده. والله يا ابني كان على عيني، بس احنا ما عندناش عشاء. اوبا سوري يا جماعه، تتدبر تتدبر. تعالى يا تيمور. ايوه بابا. ربنا يخليك. 5 جنيه دي وخد صحابك وروحوا اتعشوا كشري. كشري ب 5 جنيه؟ ده انا ما اديهاش للواد اللي بينقي العدس ولا فوده. اكله روشه تكلف كام؟ 172 جنيه. هات 200 جنيه يا بابا. كام؟ مش عايز خلاص. خد تعالى يا مور، يا ساتر عليك. هات يا بابا هات، ربنا يخليك. ايه رايك يا شباب نريح ونطلب ديليفري؟ لا ليه؟ على جثتي الدليفري ده يخش بيتي. ماشي. اقول لك حاجه يا تيمور، ايه؟ هات الفلوس دي. اه ويلا. ايه ده؟ خد صحابك ويلا من هنا. ايه ده؟ يلا يلا يا حرام، انا جاي اقعد جنب ابوك لغايه ما يسرح. هو صايع ولا ايه؟ يلا يلا يا بابا الاحراج. يلا تيمور ابوك شكله واقف في الوليه بجد. انا عارف. طب هتعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه، هو مش عايز نوسه سيبهولي، بس المهم زي ما اتفقنا عايزه يترعب، عايزه يكره اسم نوسه ده، مش انا سيبها وابويا يتجنن. ها سلام. بقول لك إيه؟ ايه خلي بالك على نفسك من ابوك. طب تستاهل يلا ولا ايه؟ وانت نوسه يعني؟ لا ما تخافش عليا. يا حلوه يا قطه. لا والله الشقه تمام 100 100. طب احنا هناخد الشقه دي شهر بقى نشوف ادامها علينا. وانا تحت امرك يا سعاده الباشا. الله يحفظك. بقول لك ايه؟ امسك المفتاح ده وانا هوصل مع الراجل الطيب ده ندي العقد ونيجي. ها اتفضل يا بيه. اتفضل يا حاج مهند. يعني ناكل لقمه مع بعض كده. اه همتكم معانا يا رجاله. شاكرين يا اسطى. خدنا يا باشا، خدنا يا باشا.
دكاتره دكاتره يا باش مهندسين، بس لازم نتشرف البلد وترفع راسنا فوق، فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. مين بكر؟ ايوه انا بكر. اسكت اسكت، انت هتسيح يا اخوانا. اللي هيدفع الفلوس دلوقتي ويكتب اسمه يجي بعد اسبوع، فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. اسال تاني، مين بكر؟ لا انا خلاص عرفتك، اسمك ايه يا عويس؟ عشان واحده مش هتحول. لا انت خليت ديك بق. حسن حسين افندم، اسامه هاني مشاكل في اسمك، صابر رسلان. عشان الناموس عمار يا ليبيا، نورين الجماهيرية. يا هلا يا هلا والله يا هلا. فاضل في مصر ثلاث انفار ولا ايه؟ حالك باهي حالك باهي. ليبيا ما احنا عارفين واحنا جاهلين. لا معاك استاذ صحو يا امير. يا رجالي انا عايز العيال دول نصبوا علينا ودونا السعوديه. وبعدين يا رؤوف هتعمل ايه؟ منى عندها حق بصراحه بصراحه يا موان. منى استحملت اللي مفيش زوجه في العالم تستحمله. اسمع رؤوف، الخلفه يا رؤوف هي الحل الوحيد للمشكله دي. اسمع مني يا حبيبي، الخلفة ديت يا ماوان مش عايزة تركيز؟ طبعا احنا مفيش تركيز خالص، انا زوج متراقب 24 ساعة. اسمع رؤوف، ايه الموضوع؟ اسمع اسمع هو نطش، متكلم على طول. حاضر حاضر. بقولك ايه؟ انت تروح دلوقتي ورا اخوها في البيت، ها؟ وتطيب خاطرها بكلمتين، خلاص؟ تقوم واخدها كده تحت باطك وتاخدها وتروحوا في اي حتة فاضية ما فيهاش تاريخ ابني تحت الكوبري.
تحت الكوبي ايه حيواني انت؟ انت بتستظرف ايه؟ دي مواطي، اخد مواطي تحت الكوبي. يا مناه دي ست كبيرة يا مناه، وان شاء الله كلنا نكبر عشان خاطي، عشان خاطر ربنا يعني، خديها على قد عقلها. والله ما بكرهها يا رؤوف، انا مش عارفه هي بتعمل معايا كده ليه. طب بقول لك ايه بقى، احنا مش عايزين نضيع وقت بصراحه يعني، يعني احنا لسه في عز الشباب، نسيت ان احنا لسه عروسان يا مناه. في ايه يا مناه؟ ركزي معايا شويه انا، وربنا بص بقى. ها ايوه كده اضحك يا مناه، شوف هنعمل ايه. منوره بيت اخوك يا مناه. ابن حلال يا ابراهيم، كنت عايزك في كلمتين. ابن حلال. بقول لك يا ابراهيم خير، عايزك بصراحه يعني وديلي الجميل بقى، عايزك تعمل معايا الصح. اللي هو ايه يا زميلي؟ يعني يعني يا ابراهيم حته لحمه مشويه بقى، حته جبنه رومي. خد مرتك واخلع. ليه؟ نشوه جاي. نشوه بنت منشوه؟ اه. ميسا ميسا يا ابراهيم. ميسا ميسا رؤوف. يلا منار، يلا منار. قوم يا بنت، ربنا هات سرك. تعالي بس تعالي بس، مفاجأة مفاجأة منار. ميسا ميسا ابراهيم. ميسا ميسا رؤوف. هنا يا رؤوف؟ وفي ايه يا مناه؟ هنا ايه؟ ما انت عارفه العيشه في البيت بقت سودا وتيتا يا اقول لك ايه؟ ما انت فاهمه، ماما تلم عليك يا مناه. وبعدين عايزين يعني نقعد نتكلم نحس ببعض يا مناه. مناه انا راجل وبحبك وانت مراتي. فعادي بقى عادي، بعدين احنا مسيطرين، ما تقلقيش، سيطره سيطره. احب اقول لك ايه؟ اول ما اقول لك اوكي ابدأي. ها؟ جاهزه؟ يلا يلا بوس يا مناه، بوس بوس يلا عادي. قوم يا كابتن. فين؟ انا اسود، انا اسود، انا اسود، وربنا ماطي. انزل يلا وربنا توهي. ايه يا فندم ده عبيط؟ ايه يلا ده عبيط حضرتك حبيبي؟ وربنا ماطي. صدق صدق انت دي ماطي وربنا ماطي، طبعا مش هتصدق. شهود وتلبس. الحمد لله يا رب، الحمد لله. حضرتك في ايه؟ انا مراته، انا مش مشقوطه. ايه يا مناه؟ ايه يا مناه الكلام الفاضي ده؟ قدام جوزك انا مش مشقوطه يا فندم؟ الست دي والله مراتي. وبعدين ما انا جيت لحضرتك قبل كده مرتين في دعاره ومخدرات، جاي حضرتك في المره اللي ما ينفعش تحبسني فيها وحضرتك مصمم يعني؟ بص يا رؤوف، المره دي هتتحبس بالقانون. شوف انا وانت مستنين اللحظه دي بقالنا قد ايه، وهي جت لغايه عندنا، عيشها بقى ارجوك، ما تفسدهاش. بكره الصبح هتتعرضوا على النيابه، والنهارده عبته في التخشيبه. يا فندم صدقني انا مراته. في ايه يا رؤوف مالك؟ مش عارف مالي، حاسس جسمي ساقع كده، مش عارف مش عارف، شكلي تعبت. انتوا مصممين على الكذب؟ طب فين القسيمه؟ حاضر يا فندم، موجوده القسيمه الحمد لله. طب كلمتيت، معلش 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 معلش، خلي بالك يا فندم عشان حضرتك يعني ده شكل الناس. الو مساء الخير تيتا، ممكن التيتا يعني هاتف حضرتك معلش تجيبي لي قسيمه الجواز بسرعه جدا على الاسم لو تقامتي. لا مفيش حاجه، هما بس عايزين يتاكدوا انا دافع مهر كام ومؤخر كام. منظركم ايه قدام نفسكم لما زوج وزوجه يتقفشوا في عربيه في الشارع بذمتكم؟ ما انتوش مكسوفين؟ قال ايه يا ماك عمو؟ اخرس. مش عيب ان الزوج ولا الزوجه يحبوا يغيروا يجددوا، مش يروحوا في مكان مشبوه ويتقفشوا؟ خدوا لكم يومين في لوكاندا، سافروا لكم يومين وقعدوا على البحيره. بحيره ايه تيتا؟ احنا عايشين في كندا، فيها في واقعيه شويه بقى. اخرس خالص. الظاهر ان انا سبت لكم الحبل على الغارب، لكن قسما عظما ان تعليماتي ما تنفذتش انتوا عارفين هيحصل لكم ايه. هات هات مفتاح الشقه. ليه خير تيتا؟ في ايه؟ هات مفتاح الشقه بسرعه. اتفضل حضرتك اتفضل. طلعوا له في جيوبكم. ايه ده؟ ده هتقلبنا مناه، ده ما حصلش كده في اسم يا تيتا. بقول طلعوا له في جيوبكم. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده؟ هات هات. اتفضل حضرتك اتفضل. هات كمان. ربنا ما معايا. لا هات كمان. في ربنا ما معايا. اقلب جيوبك اهو. ده كتير تيتا كتير. كتير ايه؟ لحسن هديك على بوسك. خلاص انت مفيش حاجه تنفذني شويه، استحملين. طيب غور من وشي. حاضر تيتا غور. نام. في حلم معين حضرتك تقولي لي احلامه ولا احلم براحتي؟ شفت الموضوع وصل لايه معايا في شخصيتي؟ امشي يا واد من قدام. حاضر. يا منور وحشاني يا منور. سيبني في حالي يا رؤوف، انا مش طايع نفسي. مالك يا منور؟ حاسب حاسب. كفايه كده، روح انشر دول وتعالى خد الباقي. حاضر يا تيتا حاضر. منور مش عايزك تتعب نفسك في اي حاجه، لو عندك حاجه وسخه سيبها لي. بيبي عامل ايه؟ يا تيتا بابا بابا شيل ايدك يا منور عشان ما اخنقك.
اوكي اوكي ها مستر عشر ليلي خد تكسوها ها ابدا في مكان جديد ما فيهوش قهوه وضوء ها ما تقواش المأساة بتاعتي يلا يا حاجة شوفي كاشيل ولا مش مكان عطانا ايه قدامك عطلانة فين المدير بتاع المكان يا اوفا مش هتروح ولا ايه؟ لا يا معلم تكلمت على الله انا واخد وديه زياده من المدير انت عارف الظروف يا موان راح ايه قعدتنا الذهبيه؟ الزبون دايما على حق وانت يا زمن قاسي علينا يا زمن رامي رامي ايه؟ يارا جت يارا ايه يا عم بص قدامك الزين دحدوح مدير مكتب السيد رئيس الوزراء هو انتوا ناويين تقعدوا هنا لحد امتى لحد ما تيجي هي مين دي اللي تيجي طلباتنا لحد ما طلباتنا تيجي لحد عندنا طلباتكو لهو انتوا قاعدين على القهوه وطلباتكو ايه بقى ان شاء الله النشيد حضرتك النشيد مش كل شويه هنقعد نقول النشيد مش معقول كده الو ايوه معليك مصممين على تغيير النشيد ها معالي بوعدكم في اول اجتماع لمجلس الوزراء هيعرض الموضوع وان شاء الله هيحوز القبول خلاص يا سيدي بقول لك ايه يا رئيس الجيل احنا لازم نصعب الموضوع شويه الكلام ده معناه ان الاعتصام هيتفض هنعمل ايه لازم نقول لهم ان احنا عندنا طلبات تانية زي ايه مش عارف خلاص يا ابني ولا يكونش عندكم طلبات تانية يا سلام خدتها من على طرف لساني يا باشا فعلا في طلبات تانية خير عايزين نغير العلم العلم ليه بقى ان شاء الله الالوان النسر كده يعني مش عاجبك النسر نحط لك مكانه ايه عصفوره الوم عليك دول عاوزين يغيروا العلم كمان رامي ده زودها قوي احنا هنفضل شغلنا والشعب اللي ورانا ولا لعب العيال ده خليهم مرميين في الشارع انت قلت لي ابو مين سلطان بركات سعادتك رجل الاعمال ايوه معليك طب وده ايه اللي دخل ابنه في الاعتصامات والكلام ده طيب انا هكلمه معالي بيقول لكم ان انتوا زودتوها قوي خليكم مرميين كده في الشارع ومحدش هيعبركم برافو عليك يا معلم صدق ما كنتش اعرف ان العالم بينرفز اكتر من نشيد ايوه ما عليك لا لا ما تقلقش سيادتك انا هامره ينهي المهزله دي فورا حاضر يا فندم مع السلامه ما عليك خير في ايه يا باشا انت لسه هتسال تنزل دلوقتي حالا قدام مجلس الوزراء تجيب لي رامي هنا اهو طب بس في ورق مهم محتاج اي حاجه تتاجل يا عزيز بقول لك انزل فورا حاضر يا فندم بص بقى دي جامده موت لا لا دي اجمل في زمان يارا هتتجنن دلوقتي طب لما هي هتتجنن ما جاتش ليه رامي باي بقى احنا ماشيين تاني يا جماعه احنا كده بنهرج وبعدين احنا مطالبنا اترفضت يعني لازم نكمل نكمل ازاي يعني القعده كده متعبه قوي مش ينفع ننام في الشارع وبعدين مفيش حته نعمل فيها بيبي هو انت على طول عامل مشاكل كده يا شيكو ما تعملها في اي حته يا اخي رامي الحكايه فعلا صعبه جدا لازم على الاقل يبقى في خيم ريح الزباين خلاص اوعدكم ان هعمل كل جهدي عشان تعملوا بيبي براحتكم ادوني ساعه بس معتز تعال معايا بقول لكم ايه محدش يعاتب بره الاعتصام لحد ما اجي اوكي يا برنس اصحى سيبتهوفن يا بابا خير انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه يا بابا اعمل ايه انا نايم حرام تنام ازاي وابوك حرامي خلاص يا بابا روح سلم نفسك انت بتهرج كمان طب اعمل ايه يا بابا انزل اقتلهم دلوقتي يا ريت يا ابني تجيب لي حقي ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه وشرفك يا ابويا وشرفك اللي جايب لك حقك ما تشوف بس سيبنا ننام دلوقتي انا مش حرامي يا تيمور انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك تصبح على خير انا مش حرامي يا ابني والله يا بابا عايز انام عايز انام انا مش حرامي مش حرامي انا عايز انام اموت تيمور انت نمت يا ابني اسحب يا بابا انت عاوز اقول لك انا مش حرامي بس بقى يا بابا
يا باشندي؟ هو دوت. اخلص اخلص. اتفضل يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا. هو اللي ملبسنا. هو اللي مقلعنا. هو حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا اطلع. اقول لك. قل لي. هدول مساكين؟ مساكين سيادتك. يلا طلع طلع. وزع. فرقوا مالي. فرقوا فرقوا. لا حول الله. بعدك شب ترى والله حزنت عليك. والله تأثرت لي. لحظة ابكي. والله قل لي انت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا اخويا مشلول. وانت وقف على رجليك. خمسة. معك فلوس وعملت مرقة وانا مش لاقي اللغة. خمسة. حرام عليك. اعطيله خمسة. حرام عليك. يا دعيب ياد. والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيته. انت ما ربيته. ما ربيته. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لسيادتك 100,000. يا اخي السؤال هذا الملحقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطيه. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يابا. يا هلا. شوف اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين بشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلوة. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوشه اللي بره دي. راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هما يا بنت؟ ايدك. الله. ايه هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلبنيش. بقولك طلع طوال فلوس. عم راجل هو اللي بدهم لنا يا عم. بقولك طلع دول عهده. يا ابني تيلو خلصنا. يلا عدي. سيادة المدير حاتم الحاتم ابو حاتم يعني طيور المهاجرة. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله. والله ساحر. الاتموسفير حبه كله سحر. والله مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين. ما معك ساعة؟ معي سموك. معك يا رجال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سيارة؟ معي سيارة. يا 300,000 اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك. الشباب شباب تبعنا. خير يا باش. ولو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير. اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل. والشك دخل براسي. شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل. قالت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت. ولادي اللي بضوره جوا لي صباح الخير يا بابا. قلت ما في صباح الخير. تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني. وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في اخر الفيلا. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له عفيفة ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تاج السيرة يا لطيف. احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرسك بالنار هذه. ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوت. ما تبغي ما تبغي. قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني. تتبهلل علي انت يا الكل. اقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدد. قول مدد 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 سموك. فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق مرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لمبرنا
يا عمي البرنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ تراني اعمل بيبي دخان، والله سوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع قلتلك وش طالع. انا العفريت ساعتني ليه يا حرامي؟ انا مش حرامي. لا حرامي لسه كل الناس فاكر اخر مرة سلقت فيها لو دبت ام نوال يا حرامي. انا مش سلقتش حاجة. لا لا اهو العودة يا معلم. والله انا كان قلبي حس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل، لازم ام نوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابوس ايدك حمدي. لا ام نوال انا باكل منها عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا، لا يجوز ترجع تقول يا جوز. ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يا جوز وارجع اقول يا جوز. ده بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي. ام نوال مستنيه الخلانوسه بفارغ الصبر. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين وانا هظبطك عند الخلانوسه. بتقول ايه يا باشندي؟ ايوه يا هانم الخلانوسه وصلت عندي النهارده. خالتي نوسه وصلت؟ يا اخي يا زغرد ده انا الفرحه مش سايعاني. لا دي اللي هتجيب التايه. كفايه يا باشندي يا اخوي لحسن انا جسمي بيتنفض. خلاص هنستناكي النهارده. حاضر يا اخوي اجيلها النهارده، انا ورايا حاجه. بالسلامه. بالسلامه. اتوه اسمع يا عم زفت انت. اللي اقوله شرط اخره ايه؟ نور. لا ضلمه 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 على اليخون. كلمه تطلع كده كلمه كده، تعال اوريك هنعمل فيك ايه. انا سلام يا عائشة. هي دي بقى العوامة اللي بتتم فيها كل الصفقات المشكورة. مسي موسى. طب يلا بينا يا جماعة. والمانجا. يلا. ها شفتوا ايه؟ كل خير. ما تنطقوا. قول لهم. اقول لهم ايه؟ قول لهم انت. انتريه بيج مشجر وفازة كبيرة. ناس شيك قوي. لا وطبق فاكهة كبير. والأفراد؟ شت أسئلة أسئلة ما تسكتوا بقى. إيه اللي جابهم معانا دول بس؟ انتوا مش عايزين معلومات دقيقة؟ خلونا نركز شوية. ايه في ايه؟ تعالى بس يلا فوق. بيعملوا ايه؟ كده ما بيعملوش حاجة. استريحتي؟ على فين؟ هنشرب كاس. لا 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 بعدين. الله 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 الله. وده كمان؟ واضح ان لولا دي ما بتزعلش حد خالص. انسانه انسانه انسانه. طيب وال 5% بتوعي؟ انا موافق موافق 5%. اكيد اكيد. يلا بينا. طلع ليه؟ طلع ليه؟ هي مين دي اللي طالعه؟ انزلوا انتوا هنا دلوقتي.
يا لولا دي ملهاش اهل يسالوا عليها تقريبا لقيتها. ايه لولا دي؟ ده انا تعبت. دي مش عوامه، ده ميكروباص. تقدري تعملي لنا منها كوبي؟ طبعا. طب بتبص على ايه؟ مين ده؟ ده الظاهر كان مستني دوره بس زهق. كل الملفات والجوابات جايه لهم من شركه في الصين اسمها واي اس دان كومباني، مشهوره عارفها. كملي يا عيشة. في صفقات بينهم، وبيقولوا في اخر جواب وصل من اسبوع انهم هيبعتوا يقولوا له على ميعاد دفع عربون الشحنه، والباقي هيستلموه من بره. عايز كل المعلومات اللي تقدر تجيبيها عن الشركه دي. ليه هم طالبين موظفين؟ لا يا فالح، هنتعلم صيني. ودي فلوس مدفوعه الناس في الجمرك. هايل. سنتك سودا يا نسيم باشا. في ايميل جه من الشركه الصينيه، وده ظرف واحد سابه ومشي. مش مهم الظرف، الايميل فيه ايه؟ الايميل فيه بيقول لك هيبعته مندوب ياخد 200,000 دولار من تحت الحساب، وهيقول لك تحاول بقيه الفلوس على فين بعد كده. والمندوب بتاعهم جاي امتى؟ ما قالوش. طب سيب الظرف واستنيني بره. ايوه، مين اللي بيتكلم؟ حضر 1,000,000 جنيه كاش عشان تاخد الاصل. انتوا مين؟ احنا الماضي. ماضي ايه؟ ماضيك الوسخ. ارجع لورا. هو انتوا 1,000,000 جنيه يا معفن من نجلو؟ انتوا ما تعرفوش انا مين؟ انا هبقلشكوا نهايتكوا على ايدي يا صيح. رد فعله ايه؟ شكله مش عايز يتهدد. طب وبعدين هنعمل ايه في المصيبه دي؟ هو اللي جاب الروح. شانكو شيكا بالا شي توس واي سي دانغ سومو سومو سومو. يقولون لسيادتك انهم مندوبون شركه واي سي دانغ كومباني واتونا لاستلام الشيك، هل هي جاهز؟ قول لهم هكتبه دلوقتي. عايزينه باسم الشركه؟ سيكوكو بانسا بالوني. ياهو يقولون أنها لابد أن تكون بتاريخ اليوم. بتاريخ اليوم؟ أوكي، بتاريخ اليوم. شيكو نومو إيشا أم ربو أم غفار صومو. ودي مين دي؟ كولوكو زيني لا زوجته. زيني لا زوجته. خليهم يبلغوا الناس في الصين إن أنا هكمل الديل ده من سويسرا. سومو سومو حبيب
حبيبي زارو. بصص علينا بصص علينا. طب اطلع بالمعلوم اطلع بالمعلوم. سنين سنين يعني مش هزار. الوفد الصيني لسه ماشي. ايوه صرفوا يا باشا باماره سيكونانا مين. يا عم اركن وخلص. اه يا باشا ازي سيادتك يا باشا ازي سيادتك. اهلا يا باشا اهلا يا باشا. مباح الصيني ماشي 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 يا باشا. مع السلامه مع السلامه يا باشا مع السلامه مع السلامه يا باشا مع السلامه. محدش فاهم حاجه خالص. فاضل اسبوعين على الفرح. صح يا مناه نفسي نتجوز بكره الصبح. كتير قوي اسبوعين. انا مش عارف اعيش في البيت يا مناه طبعا عشان انت مش فيه يعني. ابراهيم بيقول لي ان كل يوم سهران عنده. رؤوف اوعى يكون ابراهيم بيعمل حاجه كده ولا كده. انا عارفاه ده مجنون وطايش. لا روحي مجنون وطايش على نفسه. يعمل ايه؟ اسال ابراهيم قول له من هو رؤوف. استني مناه اسود النمر من المانيا. الو يا تيتا ازي حضرتك؟ حضرتك جايه مصر؟ بكره؟ معلش سؤال يعني طيارات فرانكفورت وصلت كله كاب خرجوا الا تيتا اللي هي جدتي. تفتكر في ايه؟ طالما الطياره جت بالسلامه تيتا هتيجي بالسلامه هي كمان. مالك على الامن ايه؟ حضرتك فاهمني غلط خالص يعني. بس سوري انا اسف اسف. امان اه طيارات فرانكفورت وصلت وهي ما جاتش. اه وشك حلو طول عمرك رؤوف. تيتا ازاي اكلم طنطك بهيره بالصدفه تقول لي ان رومان مات؟ يا تيتا ربنا كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم العربيه. حاضر يلا. صباح حضرتك. اتفضل حضرتك. قول لي يا ولد هو ماتت؟ مين اللي خبط العربيه؟ ربنا الله يرحمه. امان امان ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده ابوكي يعني بعدين يعني ادينا حو وكلاب. لو تقامت لو تقامت. نورتي مصر يا تيتا. اخرس انا روحي في مناخيري. عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. قال عملوا كل حاجه في البلد ونظفوها وخايفين من الكلاب. انت بتخاف من الكلاب يا ولد؟ لا حضرتك لا. انا بستغرب جدك لغاية النهاردة ما جوزكش ليه؟ أنا ياما قلت له كنت عاملة حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناوية تجي على ألمانيا إمتى؟ أنت تخرس خالص. مش حاجة نقول لو حضرتك مستعجلة ألف وأقعد على المطار. اخرس. حاضر يا تيتا ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه ارتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان؟ ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. بره يا هانم. الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم. انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح طول العمر ليك يا هانم. ابو البيت ما شاء الله. الله العماره بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق يا تيتا زفت. سليمان. نعم يا هان. عايز اجتماع مع سكان العمارة في أسرع وقت. حاضر. سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت. اتفضل يا تيتا حضرتك. يلا جوبل. اتفضل يا تيتا. اتفضل العمارة نورت. مصر كلها نورت. الله أنت سايب التلفزيون مفتوح؟ اوعى كده اوعى من قدامي. يا ابني ليه يا رؤوف؟
بتلك في العتاقي ده هتبقى مذبحه يا شيخ مذبحه ميزه بس رؤوف ماي جاد دراموز بتدخل مع صحباتك اخس عليك يا فايم دبل قاعد الست دي كدابه اخلصي قصدي ما تتكلميش غير لما اقول لك يا شويه يا راوي هانم الموضوع مش بالسهوله اللي انت فاكراها ديت يلزم له ادله وشهود يعني حضرتك صورتي الواقعه بالموبايل مثلا اصور ايه قلت لك شفتهم بعينيا دول انا مش منقوله من هنا الا ما تدخلهم كلهم في التخشيبه وتدور على النادل اللي هرب وتجيبه هنا يا مدام راويه انتوا مش بتاخدوا في المانيا المواضيع ببساطه برضو مش عرفك ان انا كنت في المانيا ما انا والاستاذ رؤوف عشره قديمه قابلته في لجنه قبل كده هو وهو سايق عربيه حضرتك تبقى انت اللي خبطت عربيتي شكا واحد ظابط حضرتك جبت من الاخر بصراحه ممكن كلمه على مفاض ثانيه بعد اذن حضرتك اتفضل يا مناو النمره غلط حد الظابط انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبه من هنا للصبح نقعد بقى في التخشيبه نفكر في اي جريمه وبعدين هنفكر ليه ما الجريمه موجوده انا المسؤول عن اللي حصل في الشقه بالبنات دي كلها ايه راي حضرتك لكن مروح انا مش عايز اروح عايزك تتاكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم وانا كان نفسي اساعدك واحبسك معلش يا رؤوف خدتي طوره أرجوك مش عايز أروح اتولدت قصير وقلنا ماشي يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجة بيقولوا الدكاترة إن القصيرين دول عندهم ذكاء خارق لكن أنت طلعت أهبل دي حاجات بتاعت ربنا يا تيتا مش نتدخل في شو ربنا طلعت عينينا في الدراسة ونجحت بالعافية وهو بقى عندك 40 سنة ومعرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة سبحان الله تيتا حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أجرجع حضرتك فيه يعني إيه هو يا ولد الموضوع اللي أنت عايز تكلمني فيه حضرتك بس مش عايز حضرتك تتعصبي عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفة يعني وبعدين عشان أعصاب حضرتك في إيه تيتا إيه اللي قلب الصورة دي حضرتك إحنا قلبناها عشان نحافظ عليها يعني دي صوت حضرتك تعدلها دلوقتي حالا حاضر وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان تيتا تيتا هويا موتت فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده يا ابو ربيع ابو ربيع مين يا تيتا ابو ربيع الله يرحمه مات دلوقتي في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا اهو ربيع ده منظر مدفن ده يعني الشوارع مش نظيفه قلنا ماشي ناس قبل تعيش في القذاره قلنا ماشي لكن خلاص ما عدناش بنحترم لا احياء ولا اموات الله يرحمك يا عمان الله يرحمك ما تسترجل يا ولد اللي زيك في ألمانيا رئيس وزارة يعني بيحكم بلد بحالها هنا ما بيدوش فرصة حد يا تيتا حضرتك عارف اخرس خالص حاضر اسمع يا ربيع أنا هاجي الأسبوع الجاي وحبص على المدفن إذا ما عجبنيش حدفنك هنا سوري تيتا بعد إذن حضرتك يا ربيع فوق يا ربيع فوق أنت تخرس خالص حاضر يا تيتا يلا نجر قدامي حاضر نجر سوري ادعك كويس حاضر يا تيتا بدعك اهو البلاوي تيتا كنت عايز اكلم مع حضرتك روح افتح الباب حاضر اتحرك حاضر يا تيتا صابون في ايدي رب ارحمنا بقى
يا نهار اسود. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. الحمد لله يا منى. ازيك انت عامله ايه؟ ايه انا مش هدخل ولا ايه؟ مش تدخلي يا منى، مش تدخلي، اصل يا تيتا خاجت مش عارفه فين، وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاسي قوي يا منى. مين يا رؤوف؟ انت بتضحك عليا يا رؤوف؟ انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح؟ لا لا مش هقول، يعني استنى استنى شويه يا منى. انت ناسي ان فرحنا فاضل 10 ايام؟ هتفضل لغايه امتى جبان؟ مش عارف. مش على الباب يا رؤوف. لا يا تيتا، ده الزبال ده ياخد شهيه يا تيتا. سوى منا سوى مش هقدر بالك، مش هقدر بالك، مش هقدر بالك. رعد جوبلز في الزوم، جيب طبقك يا حيوان. حاضر يا تيتا. عامله لك بقى شويه مكرونه بالخضار، هتاكل نفسك وراه. انا عارف ان هو يوم زي الزفت، حضرتك عارفه ان انا بكره المكرونه دي. هتاكلها وبعدها بقى هتلبس وتتشيك علشان هنروح عند طنط بهيره، فاهم يا حيوان؟ تيتا سوء يعني، سوء يعني، اسف يعني. مش ملاحظه حضرتك يعني ان الكلاب بتنتهيهم باساميهم، وانا طول الوقت حيوان حيوان. اذا كنت انت حيوان ربنا من وقت عنك ما ضفحت، اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. مش قلت لك يا بهيره هانم، سالي مش ممكن تنسجم الا مع كلب الماني زيها، الدم بيحن. بقول لحضرتك ايه يا تيتا، هو ينفع كلبه مصريه تتجوز كلب الماني عادي يعني؟ اخرس بس، ده احنا جبنا لها كذا كلب عضتهم وعورتهم، تصوري. لكن شوفي منسجمين جدا مع بعض. هاي يا طنط. هاي يا حبيبتي. انا فيروز. اهلا يا فيروز، كبرتي، ده انا سافرت وانت لسه بتلعبي في الجنينه. رؤوف فاكر فيروز؟ مش فاكر حد. فيروز مضيعه وقتها كله في القرايه والعزف على البيانو والنت. ما شاء الله. طيب ما تعزفي لنا حاجه من شوبان يا فيروز؟ طبعا يا طنط. رؤوف برضو بيعرف يلعب بيانو. ما بعرفش العب ولا عايز العب. قوم قوم يا رؤوف. ما بعرفش يا تيتا. قوم يا رؤوف، قوم العب. انا زهقان. قوم يا حيوان. بعد اذنك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. شك فين البيانو ده؟ اهو فين؟ استغفر الله العظيم. هوب بيانو اوف. ايه المزيكا زي الزفت دي؟ ايه ده؟ ماشي، عشان عندي صداع اساسا، خلينا قاعدين شويه وهنمشي انا وتيتا ان شاء الله احسن. ايه يا برنس؟ برنس؟ على فكره جدتي وجدتك دول بلح بلح. حوار جواز الصالونات ضبط من ساعه ما عمرو دياب كان بيعمل حفلته في العجم. ما تهميش ما تهميش، القعده دي مش لجواز ولا بتاع، ده هم شويتين كده بيشوفوا الكلاب ونتكل على الله. في ايه يا واد؟ انت رؤوف وحنين كده على طول، ما تضم كده وخلي العداله تاخد مجراها. يا نهار اسود ومنيل على المفاجاه فوز. ايه الكلام اللي مش لاقي ما اعرفش بيكوا ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا اللي بقوله؟ لا انت شكلك مالكش فيها بقى. بص انا اسمي على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اصلا، وجاي ورا شويه واتكلمي بصوت عالي عشان احنا شويه وهنمشي من عندكم، واحسن المصحف قوم افضحك قدام ستك هي فكاكي شايفه. يا روحي عليهم يجننوا. لايقين على بعض هما الاثنين يا حبايبي. بطل معاك ويخرب بكم. لا انت شكلك كده عايز تفك. ما تيجي نضرب جونتين في البلكونه، يمكن العلاقه تتطور. انت بتشربي مخدرات؟ ايه ايه مخدرات؟ تتطور ولا انت هتخيب ولا ايه؟ لا ما تقطعيش في كلامي، ممكن ما احترمكيش. لا ده انت مالكش في الطيب. احترمي نفسك وقت تفتكيني طيب. الله ما شاء الله، انتوا انسجمتوا قوي مع بعض ما شاء الله. ما شفتش اظرف ولا اوق من الانسه فيروز بصراحه يعني. بس خلوها يعني، مسكينه عماله تشتكي ما عندهاش فيسبوك، خليها تدخل يعني تدخل في الحياه بتاعت النت اللي فاصلنا ان شاء الله عشان تدردح شويه. مش معقول كسوفة، مش معقول. يلا تيتا يلا تيتا، نتوكل على الله من هنا. اذا كانوا الكلاب عملوا حاجه غصب عنهم فانا ارفض. اتجوزت من ورانا يا ولد. ربنا حصل يا تيتا ربنا، ده انا تربيت حضرتك عامل كده ازاي يعني؟ هو حضرتك انت يا ولد انت. حاضر يا تيتا، هو مجرد تعارف تعارف يعني. اصل منار دي زميلتي في الشغل، وزي ما تقول حضرتك كده بصراحه يعني، انا رحت وقعدت مع اخوها، قعدنا في البيت يعني عادي كرجال قاعدين مع بعض يعني. ايه خلصني. حد ما حضرتك عمال زعقيلي وده عمال يعمل لي. اخلص. حاضر حاضر. قعدت مع اخوها وورينا فتحه. ايه؟ قريتوا الفتحه؟ انا وباين من ورانا يا هبل.
واللي اسمها منار دي ابوها بيشتغل ايه؟ الله يرحمها ويحسن اليها. وامها؟ الله يرحمها ويحسن اليها. وجدها؟ جدها بيعمل ايه؟ جدها يعمل ايه؟ الاثنين الله يرحمهم، وهو كمان الله يرحم. الله يرحم ايه العيله دي؟ لا تيتا ده ليها اخ اسمه ابراهيم. تيتا لو شفتيه ابراهيم طيب طيبه زي الامهات. موهم عفوا موهم. والمرهم ده بيشتغل ايه؟ خلصني. ابراهيم ابراهيم بيشتغل. انت حد يا تيتا؟ ابراهيم بيشتغل في الديكور، يعني بيعملوا الديكورات. حيوان؟ انا ولا ابراهيم؟ انت طبعا. هو في حيوان غيرك؟ شكرا تيتا. ممكن اقوم عشان حاسس اني اقوم عليا. يلا في 60 داهيه. تشك اب. مش عايز اشوف خلقتك. حاضر. لو تقام شويه كده ولا كده. رامي انا مش عايزك تتنازل عن اي طلب من طلباتك. اصمد. قاوم. ها. الاعتصام مش محتاج حاجه؟ احنا بعدين بقى اهدي شويه. ايوه بابا احنا فعلا محتاجين شويه حاجات بقيمه 1,000,000 جنيه. خليهم نص يا رامي. احنا هنفصل في الكفاح ولا ايه؟ على العموم انت ابويا ولازم اكرمك. طول عمرك جدع يا ابني. وانا هعمل حفله كبيره قوي لدعم الاعتصام، وهدعو فيها شخصيات كبيره قوي ومهمه، والاكل كله هجيبه من فرنسا. ولو ما نفعش من فرنسا نبقى نجيب من نوفي. وبعدين بقى قطعه الكشري بخ اوك عامل 400 جنيه بس، انما يا معلم الكبده والسجق ايه عملنا منهم حوا زي العسل. 400 بخ. روح انت حضر شغل بكره. ايش دول 2000 جنيه وارد النهارده؟ مفيش نمله عدت الا ما دفعتها، صح يا بت؟ امال ايه، ده احنا مفتحين قوي، كله لازم يدفع الامبر شيب. خد عم شنط. ايه دول 30 جنيه؟ ما تبحبحها شوية يا كاك. في ايه؟ ما انتوا قاعدين واكلين شاربين نايمين ببلاش. وكله عشان خاطر المدام بس. بنت فوزية روح لأمك، عاوز كاكا في كلمتين. يابا يابا أنا عايز أقعد مع كاكا شوية، مش خطيبي؟ قلت لك امشي يا بنت. في ايه يا عم شندق؟ أبدا، كنت بقول يعني أجيب عربية لحمة راس. سبوبة والكل بيسترزق. مفيش مشكلة، بس اعمل حسابك ان انا ليا التلتين. نعم يا خفيف. ليه؟ اوقفها قدام الشرطة. جرى ايه يا عم شاندة؟ ما انا مفوت لك عربية الجاز. على العموم بلاش من المصلحة دي خالص. ماشي يا كاكا. ماشي فين بس؟ استنى الكلام لسه ما خلص. عايزين نكتب الكتاب ونعلي الجواب. تكتب كتابك على مين يا كاكا؟ فوزية طبعا. فوزية مين؟ بنتك يا راجل. انا عندي بنت اسمها فوزية. الله الله الله، انت هتترسم عليا ومحسسني ان انت عندك بير بترول وهي عربية جاز وبعت الحمار وبقيت انت اللي الجراء كده. بتعايرني ان ريحت الحمار؟ ماشي يا كاكا. ماشي ماشي، بس اعمل حسابك ان انا دراعي ما بتلويش. انا مش بتاعة الكلام ده، انا كنت طول عمري جنبه. انا مش بتاعة الكلام ده، انا كنت طول عمري جنبه. والمرة دي اهجر علي، انا ليه مسلمان؟ انت دايما اكتحاني خلتني مشتقاني. هتغير منها هترضى؟ انا مش بتاعة الكلام ده. على فكرة أنا عاجبني أسلوبك في الغسيل، ستايل شاوي. ده بنطقور ده؟ جرايه خفيفة، احنا هنهزر؟ عايز ايه يا فندم؟ عايز حد يمسح لي، يغسل لي، يظبطني، أصل أنا وحداني. هو أنت كان حد قالك عليا خدامة؟ دي حاجة بتشكال بقى أوي. بتشكال بقى أوي؟ يا سلام. تعال هنا يا دي هيمة. الظاهر هيمة عايز يطلع موسيقار. ها قلت ايه؟ شوف بردك، قلت لك انا مش خدامة. يا ما تيجي هنا يا دي هيمة. الله يا ست، حد قال لك كده؟ وبعدين انت هتاخدي 100 جنيه في المرة. 100 جنيه؟ بولا.
ايدك يا بابا لو في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ هو انت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ انا قافل الباب بايدي. لا بيبان ايه؟ انت لو قفلت المحافظه احنا ندخل من اي حته. عيب تقول كده. على العموم انت منوره. ربنا يخليك يا بيبي. لا حقيقي نورت البيت. طب مش هقعد شويه ولا هفضل منوره كده؟ اه طبعا اتفضلي. الله يخليك. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا ببلاوي بيتك زي الزفت. نعم؟ اه والله مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني. يا ستي ما هو بيت راجل من غير ست، وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده، ولد همجي معفن. شباب بقى، ما احنا كنا شباب ولا انت مولود كده؟ تشربي حاجه ولا تتعشي؟ تتعشى ايه وانت عندك لقمه؟ ما انت لسه مسرب العيال، قلت لهم انزلوا تعشوا. بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا. هجيب لك دليفري ربع ساعة والدليفري يبقى موجود. يا سلام، دلوقتي حبيت الدليفري؟ ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه. طيب اتفضلي استريحي. والله انا محروقة مكسوفة منك، اصل أول مرة أروح لراجل عازف في بيته، وأنت كمان خارج لنصك ملط وركبك ما شاء الله معظمة زي الجمل اللي بيجري في الحبس ده، عارفه اللي في الحبس؟ فأنا تلاقيني كشة يعني. لا مفيش حاجة، أنا هغير هدومي ثانية واحدة وأجي الحبس. براحتك، ده بيتي، بتوصيني على بيتي. اتفضلي. سلام. السلام. السلام. قلت لك ما تركزش عشان ما تهيسش مني. روح. ببلاوي انت قاعد مع ميتها اللي ركضونا تحت التراب ده كلام فيه بس؟ طب ما تيجي نسهر في التراب الغفير احسن. ليه الفن الوحش ده؟ اقول لك على حاجه، هات تراب وتفني يلا، حط صباره كده وخلصني. ده فن وحش، ليه بتقولي كده؟ ما انت جايبني تنكد عليا يا ببلاوي. الله، انت مش عاجبك دي؟ لا خالص. طيب انا تحت امرك، اطلبي. عايزين نفرفش. ده انت طلباتك اوامر. الله يبارك لك. امري لي حلو. انت اللي حلو وقميصك حلو. انت قمر. فيسكوز ده؟ مين؟ فيسكوز ده نوع غير. اه فيسكوز. شغلنا حاجه كده روقنا. عينيا. الله يخليك. يا حلو. اسمعي بقى. فاجئني بقى. بتعجر من الجو كده وتحلم. او احب البنت الحلوه اللي هي بتأجر عجل في الاغاني دي. فرفشتني يا ببلاوي. يا سلام، عايشتني لحظه شغرتيني فيها 20 سنه ورا. برضو كبير. لا ما هو كام رقصه بقى من بتوعك دول هترجعيني عيل صغير. قول يا ببلاوي. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقه؟ لا انا مولود من الاول. والنبي مش لاصقه؟ لا. ربنا يحميك. عينيك عينين بقر. الله يخليك. صوابعك صوابع موز. النبي اخر خمسه فاضلين عندي. انت كان عندك اكتر من كده؟ كنت وارثه 40 عن امي، بعت ال 35 عشان اطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ انت خليك معايا انا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي، طول عمرك شغلي. ايه؟ مين اللي قالك كده؟ مين؟ وانا طرطوره؟ يا نهار اسود، حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربيه؟ ايوه عندي. شديده؟ ايوه. تعال وصلني. انت بتكلمي مين؟ انتوا مالكوا؟ سيبوه هو. ايوه مالكوا. تعال تعال تعال. ما انت يا اخويا ترزي شقتك، ما تفصل لك عربيه اكبر من كده. استنى عليها بس تمشي شويه وهي هتبقى مريحه وواسعه. تمشي ايه؟ ده انا راكبه بطه. لا على العموم لو مش عاجباكي هجيب واحده جديده وادي دي تيمور. ابن يا بلاش تيمور، لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفيه. شكرا. روح انت بقى يا بول. ده كلام. اروح ده ايه؟
حتى انا ما صدقت بقينا لوحدينا. انا هنزل معاك شويه. لا استنى اسمع كلامي، احسن لك واسلم لك روح. روح ايه؟ ده انا لسه جوايا كلام كتير لازم اقوله لك. طب يا اخوان حر بقى. طبعا. الله الله، ليه كده ليه كده هتقلبوا علينا ليه؟ تعالى يا ضيف. ايه كده؟ الله ايه كده؟ امسك نفسك يا واد. ايه كده؟ لا ما ترى ايه؟ لا لا مش خفيف يا عيا. طيب برهان. الله الله الله، كنت برويلي كمان. مش انت كده ولا ايه؟ تنزلوا ايه؟ تل؟ ايه؟ اوعى حرام عليك تل كده تقول نزلة شعبية. بس بقى كفاية الراجل هيجمد. يا ريت كفاية كفاية الراجل هيجمد. اوكي فبلاوي امشي من هنا في بجندك يا الله. امشي امشي ده ايه؟ ده انا ما صدقت الجو اتعدل وبقى زي الفل. في كلام عايز اقوله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الراجل ده؟ الله كم سنك ايه؟ اسكت انت، ما جاءت بك الى هنا ايها الفارس؟ تكلم معي بطلاقه. معي رساله يا مولاي. من وما فحواها؟ امير البلاد يطلب شراء هذا العبد الابيض مقابل 15 دينار كاش. في ايه يا اخويا 15؟ ليه هو قرد؟ ده انا بايع واحد زي بالظبط الجمعه اللي فاتت ب 100 يورو. تبيع مين يا ست انت؟ اسكت انت بقولك. اسمع يا الفارس، اذهب الى اميرك وقل له انه رجل عجوز لا يقدر على العمل. بالسلامه. قشطة براحتك. سلامة. ما براحتي يا حبيبي. باي باي. في داهية. انفل في بنتك وغور من هنا بقى. انا بعد ما شفت الفيلم ده قلبي جامد. تعالي حاوزك في كلمتين. يوسف. ايه ده راخر؟ ده احدب. مالك يا احدب؟ ما عملت ده حدا فينا على طول مرة. وانت ما بيك ده صديقي. صديقي يا فجري. يا فجر يا غليل الحياة صديقي، إنني أسم من وراءه رائحة الحب نحوك وأنا الذي أحبك. وأنت مالك؟ أنا لا بدي شكلك ولا وشك. تقتله هاية المرأة. أنا الذي سأقف له لأحد. ستقفين له؟ أنت يا ساعة كم من الوقت؟ مش عارفة بس أقف له. إذا في عنا هيا بنا هيا المرأة. أقتلك تعال أيها المرأة. غلبان يلا يا أبو أكبي معافي. يلا يا أبو أكبي والله وقعت يا خلانوسة. مبروك عليها. انت اللي اذيتي نفسك يا حكومه. انت اللي اذيتي روحك. اوعي تنسلوسه يا مصر. يا مصر اوعي تنسلوسه. مستنياكي فارغ الصبر. ايه ده وانتي سامعة عني؟ طبعا. طب بصي اعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس والنبي وديني الحمام. طب روحي بس غيري هدومك وانا هوديكي مطرح ما انت عايزه. في حمام قريب يعني؟ اه بس روحي. طيب. حبايبي. هو سيبني ده في مبوله؟ مبوله؟ حمام. اه طبعا فيه. وديني. انت اسمك ايه؟ اسمي ناديه وبيطلعوني يقولوا لي يا نقه في البيت. طب والنبي يا نقه دخلي لي الحمام. عارفه يا خالتي كنت جايه لك بس الحكومه سبقتني. دخلي لي حمام يا نقه. وانا عمري ما اخش الحمام. الهي ربنا يستر. انت فكي عقليتي. فكينا يا نيتا انت الاول بدل ما فكها على الارض. طيب اخر الدور قايلين. انا يا خالتي يا خالتي.
بحب عمري وعشق الحبات شقوا. اوعى تكوني فاكراني لوحدي، الواد زمايكا كان محسور قوي. لعبت لكم بنصيبة وانا اقول النسوان بتخلص من البلد، اتاريكم مصرفين هنا. قالت لكم اللي هتربيكم ست واصلة ومخاوية يجي 20 عفريت من اللي شفته دلوقتي. انت هتخوفيهم مني ليه؟ هم 19 بس. ده انت ستك واصلة لحد هنا يا خالتي في الباب. صل على الله. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا نسوان يا رمة؟ شكلكم متمرمغين في الفراش. اكل العيش مر يا خالتي. اكل العيش؟ وانت بنت شبكه ولا سناره؟ سناره يا خالتي سناره. هشيلهم لك ان شاء الله اللي بتلعبي بيهم دول ان شاء الله. وانت باني؟ اه يا بكده يا معفنه. وانت منوعات كله على كله يعني. اه الله يخرب بيكم، فتحتونا في شارع الجامع الدول العربيه. ما بنزلوش، ده شارع الهواء. قال يا كدابه. طب انا هغلب نفسي ليه؟ كده متر وعشرين سنتي كده راحوا ال 20 سنتي. طب اوديهم فين؟ معايا 19 عفريت، لو ناموا هنا هيرسموا على النسوان دي، ولو ناموا هنا النسوان دي هترسم عليهم. بصوا كل واحد بقى نام جنب اخوه على بعضيكم لحد ما اشوف لكم حته واسعه. اه استنوا ولا اقول لكم؟ يلا يا مرة نسويها من هنا، يلا من هنا، بس من هنا ما فيهوش هنا تاني. يلا يلا اتحركي اتحركي، يلا المكان مكاننا والسجن سجننا براحتكم. مكاننا ايه يا ابني اللي انت بتعملي ده في الناس؟ بس خفيش انا ما خافش يا دلعات. يلا لم عفريتك وقعد على جنب. الله، طب هم جابوا سيرتي بتجيبي سيرتهم ليه دلوقتي؟ ده اصغر واحد ينزل يململي. الشوايه اللي بتعمليهم دول ما يخلوش عليا. شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انتي شوايه؟ انتي شوايه؟ يلا يا اولاد انتوا، كل واحد على سريره. يلا ناموا.